ست الحبايب يا حبيبة، هي أغلى من روحي ودمي. ست الحبايب يا حبيبة، هي أغلى من روحي ودمي. بازار عيد الأم مبادرة جاءت بتنظيم من نادي دارت، مجمع الرياد الطلابي التابع لجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، بمشاركة أكثر من 50 سيدة أردنية من مختلف المحافظات، تزامناً مع الاحتفالات بيوم المرأة العالمي وعيد الأم. الحبايب يا حبيبة، يا حبيبة، يا حبيبة، كما ترون أن هذا البازار هو يعني ترجمة حقيقية لرؤية المركز الملكة رانيا، ويضم هذا البازار الخيري ما يقارب 50 سيدة من مختلف مناطق المملكة من أجل عرض منتجات والتسويق لها. ونرى اليوم معروضات متنوعة من إكسسوارات، من حرف يدوية، من ملابس، من صناعات طبية، صناعة الصابون، مأكولات شعبية، بالإضافة إلى بعض الفقرات الترفيهية التي تناسب كل أفراد العائلة. في النهاية هذا البازار الخيري الهدف الأول منه نشر ثقافة الريادة في بين أفراد المجتمع الأردني، وتحقيق هذه الريادة من خلال المؤسسات والمجتمعات في المملكة الأردنية الهاشمية. زمن سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ديالي، ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم. البازار تضمن معروضات متنوعة بين مأكولات شعبية وحرف يدوية وملابس تراثية ومطرزات ومنتجات تراثية من إنتاج محلي لسيدات أردنيات، إضافة إلى إكسسوارات ومجوهرات فضية وكريمات ومواد طبيعية وصناعة للصابون وأشغال يدوية وفقرات ترفيهية انسجمت معها أفراد العائلات كافة. يا ست الحبايب يا حبيبة، يا حبيبة، يا حبيبة. حبينا من خلال النادي ورؤية مركز الملكة رانيا للريادة في دعم ريادة الأعمال، حبينا ندعم سيدات الأعمال بهذا البازار الخيري. حبينا نجمع السيدات من مؤسسات مختلفة، تواصلنا مع المؤسسات مختلفة لحتى نجيب سيدات بيعملوا أشياء جاهزة في بيتهم ويبيعوهم هون لحتى وريعهم كامل لإلهم. فحبينا نكون هاي كدعم لسيدات رياديات الأعمال. البازار يهدف إلى دعم رائدات الأعمال وتنمية حس المبادرة في المجتمع الأردني، بما يخدم فكرة ورؤية مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا لتحقيق مفهوم الريادة ونشر هذه الثقافة من خلال مؤسسات المجتمع الأردني. بعد الأم في دعوة حلوة فتحة سكة مقفلة، بعد الأم في يهدي باله اللي بعياله، الدنيا كلها مفتوحة له وراضية عليه. بعد الأم في دعوة حلوة فتحة سكة مقفلة.